أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي الأعاقة. صديقتنا الجميلة لديها بتر في أحد الساقين. تعالوا بنا نتعرف إزاي صديقتنا الجميلة تبدأ يومها بكل نشاط وعزيمة وإصرار على تخطي أي إعاقة ومواجهة أي صعب. تبدأ صديقتنا الجميلة يومها بارتداء الطرف الصناعي. الطرف الصناعي ساعدها كتير في تخطي هذه الإعاقة ومواجهة هذه المشكلة. تبدأ صديقتنا الجميلة يومها كل نشاط وعزيمة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء، قادرين على مواجهة كل صعب كل شجاعة وعزيمة وإصرار.